معانا كابتن سامح يوسف. قبل الخبر كابتن سامح يوسف نجم الزمالك السابق. يا كابتن سامح مساء الفل، تفضل يا زميلي، اخبارك ازاي ايه؟ عامل حضرتك؟ ايه؟ عامل ايه تمام يا كابتن؟ حبيبي حبيبي، عليك. يمكن هسألك سؤال اللي يتسأل لأي حد دلوقتي، موسم طويل مرهق بشكل مرعب، يعني تقييم جدا. حضرتك ايه للموسم؟ لا طبعا احنا كنا اتكلمنا كتير في المواضيع ديت يا جماعه. موسم صعب على اللعيبه، اللعيبه دي يعني بشر، بني ادمين، لعيبه ما بتلحقش تريح، لعيبه تعبانه ولعيبه مرهقه، ماتشات كتيره وبطولات كتير وايقافات كتير، توقفات كتير، ومفيش التزام في الجدول. لازم الدوري ولازم يبقى معلن يا جماعه من بدايته لنهايته، بتوقفاته بتجمعات المنتخبات، كل حاجه اسمها مدروسه صح، عشان اللعيب برضو يعني من حقه يبقى عنده حتى راحه سلبيه بعد الدوري، يقدر ياخدها، يفصل بين الموسم والموسم. لكن بصراحه لا، الموضوع صعب جدا 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 عندنا في مصر بس، يعني في مصر بس الدنيا صعب. ما بشوفش اللي كان بيحصل دوت في اي دوله، في مش هقول في اي دوله، لا في اوروبا ولا في كام دوله، في اي دوله عربيه حتى، يعني الموضوع ده ما بيحصلش خالص. يعني المواعيد تبقى بالشكل دوت، ودوري يقعد موسم بحاله، سنه بحالها، ومفيش التزام بالجدول، مفيش التزام بالمواعيد، مفيش اي حاجه. فلا الدنيا صعبه جدا عندنا. اتمنى ان الموسم السنه الجايه هم اعلنوا الميعاد بتاعه، نتمنى بقى نخلص ميعاده بدري، عشان بصراحه تلاحم المواسم ده بعض بتخلي لعيبه كتير جدا طب ازاي تتصاب كتير. حضرتك تفسر بان خلاص احنا المفروض الدوري هيبدا كمان 15 يوم، ولا نعرف الدوري شكله ازاي، ولا الموسم من دور واحد، ولا من مجموعتين، ولا لا مواعيد، ولا نعرف اي حاجه؟ اعتقد هو انا شفت الجدول الكتب نزل، من تالي دوري هيتعمل دوري عادي، مفيش مجموعه واحده ولا مواعيدين والكلام ده، لا ولا هو اي لسه دوري. مفيش يعني اي ملامح لشكل الدوري، ما نعرفش، مفيش حتى معلومه يعني. انا قريت كده على الفيس، ما اعرفش كان حاجه بس بقى دي تبقى الكتابه كارثة السوشيال يعني من ميديا. وجهة نظري، ولا حضرتك رأيك ايه لو الدوري بنفس الشكل بنفس كل حاجة؟ لا اعتقد هو نفس الشكل، واحنا كان نتمنى يبقى موسم استثنائي زي ما بيتقال، يتعمل مجموعتين ويبقى دوري كده، يعني ده موسم استثنائي زي ما بيتقال، وبعد كده بقى السنه اللي بعدها نعمل دوري بمواعيد محدده بشكل القديم بتاعنا، مجموعه واحده. ان بصراحه الناس يعني اللعيبه دلوقتي والانديه، لا ارهاق جامد جدا على كل اللعيبه في الانديه، وخصوصا طبعا لعيبه الزمالك والاهلي، طبعا هم اكبر ناديين بيلعبوا في البطولات وبيراميدز معاهم طبعا. فاللي انا شفته ان الجدول السنه الجايه بقى يعني الدوري عادي، يعني زي كل سنه عادي، يبدا في شهر 9، ما اعرفش ينتهي امتى طبعا، ولكن شفت. فنتمنى ان شاء الله ان احنا كل الناس بتطمع ان موسم استثنائي بتعمل مثلا مجموعتين او مجموعه، يعني يبقى حاجه كده خفيفه، لكن ما اعتقدش ان هم هيتعمل كده، يعني ما اعتقدش. شايف حضرتك من وجهة نظرك ايه خطة الإصلاح؟ ايه المقترحات اللي ممكن تتقدم؟ مشاكل كتير ظهرت طوال الموسم وأدت إلى إرهاق وإصابات كثيرة، من وجهة نظر حضرتك ازاي ممكن نعمل يعني موسم منتظم يعني؟ بص، عشان نعمل يعني موسم منتظم، اول حاجه يعني يبقى في ناس يعني دارسه، الناس اللي هي مسؤوله تبقى عارفه بتعمل ايه، يكون ناس حتى مش هقول لك بقى لعب الكوره، واحد دارس اداره صح، مش شرط يكون لعيبه كوره، دارس اداره صح، فاهم صح، ومش عيب ان انا ممكن يعني ابعت اجيب هنا بتعمل في الامارات بيعملوا ايه، في السعوديه بيعملوا ايه، في المغرب بيعملوا ايه، مش عيب يعني، مشكله طبعا انا في حته متواجد فيها يعني خبراتي قليله شويه او حاجه، ان انا ممكن يعني استعين بخبرات حد تاني، اسال. ما احنا كلعيبه او كمدربين او حاجه، لما نلاقي حد بيعمل حاجه كويسه بنبقى عايزين نعرف ايه الحاجه بتعمل ازاي. فمش عيب ان انا اعرف واشوف الناس دي بتشتغل ازاي، والاول البلاد بتشتغل ازاي، وابقى زيهم. لكن احنا هنسيب الدنيا كده؟ لا، الموضوع صعب عندنا قوي يعني. فلازم يعني انا ابقى ادرس، اسال احد، حتى ونمره واحد يكون حد بيشتغل لمصلحه مصر مش مصلحه الانديه. يقول لمصلحه مصر، انا هنا بشتغل لمصلحه انديه. فما حدش يعني لمصلحه نادي معين او ناديين او كده، مش هقول نادي الاهلي عشان ما اتكلمش انا، عشان بتكلم الاهلي بس وانا زملكاوي، لا يعني نقول يا عم للانديه، سوري الانديه للناديين ثلاثه. فلازم اشتغل لمصلحه مصر. مصر نمره واحد، مش اي نادي، ومصلحه النادي تبقى قبل مصر، لا مصلحه مصر قبل الجميع. انا لو هتكلم عن منتخب مصر واخد من كلام حضرتك، منتخب مصر هيبدا تصفيات كاس افريقيا مع كاب فيردي يوم 6 سبتمبر وبتسوانا يوم 10 سبتمبر، شايف ازاي مباراتين؟ بنتكلم سبتمبر ده الشهر يعني خلاص خلاص القادم، اغسطس بيخلص اهو. فشايف ازاي لعيبه لسه راجعه من الاولمبياد، لعيبه لسه مخلصه دوري، لسه الكاس شغال، الزمالك هيلعب عنده مباراه مع الفائز من البوليس الكيني والبن الاثيوبي، انا مش شايف انه حتى في فتره اعداد تخدم منتخبنا الوطني. مفيش طبعا، مفيش فتره كافيه طبعا. كل اللعيبه ما خدتش فتره راحه حتى عشان تبدا، حتى فتره الاعداد لعيبه مرهقه، لعيبه خارجه من دوري طويل جدا،
الله يكون في العون طبعا جهاز المنتخب وكابتن حسام حسن، فلكن يعني نوعا ما برضو الماتشين ممكن يبقوا في المتناول. يعني الحمد لله ان احنا ما عندناش مثلا ماتشين صعبين يعني، او مع فرق من الفرق المصنفه الاوائل نقدر يعني، لكن ان شاء الله الماتشين يبقوا سهلين على المنتخب ان شاء الله. ودي الميزه ان هم الفرقين برضو مش بقوه بقى الفرق الجامده قوي اللي هي مصنفه افريقيا. فربنا يتولى طبعا جهاز المنتخب وربنا يكون في عون القائمين على الكره في مصر، ان الدنيا صعبه عندنا بصراحه يعني، صعبه جدا يعني. كابتن سامح يوسف نجم نادي الزمالك السابق، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، مداخله هامه جدا، كنا حابين نعرف اراء كل الناس وكل رموز الكوره في هذا ال